الترخيص اي السياسي. مثلا، نعم لا مثلا فرط ياسر، وعمليه انك تتناول اجزاء وما تنظرش للمشهد من فوق، هذه عمليه خطيره شويه، خاصه اعطينا على المشهد العام، المشهد العام على مستوى الاعلام. انت لما تجيني الناس ثم ناس يجي يقول لك، وفي صفحات خاصه في صفحاته هو، صفحات الناس اللي ماشي معاه في المساله نتاع اللجان الشعبيه وكذا، يجي يقول لك راهو سياده الرئيس راهو تمكن من سداد ديون مره هذه. ايه سداد ديون؟ ما ثم حتى عقل يقول كيفاش سدد؟ منين جابها الفلوس؟ اعطوها له الامريكان تحت الطاوله ولا اعطوها له؟ ما هو الراجل ضايع من الضغط على 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 التوريد، وكي ضغط على التوريد مشى المسائل حساسة ودقيقة جدا. نعم. وش وقع؟ وقع أن ثم مصانع تسكرت، لأن ما عادش عندها المواد الأولية. علاش نحن نقول يا جماعة أنت عندك نزيف، ما تبداش تعالج في بقع، بقع تبرق ليك ولا كذا وتنخرط فيها، وخر الخير يشوف المشهد ككل. أنت اليوم قام بكارثة، هو السيد هذا باش يوفر شوية فلوس، باش يسد به الديون، باش يبان في الصوره اللي هو سيادي بالمفهوم الستيناتي السبع الخمسيناتي الاربعيناتي اللي ما راعيش التطور خلاص. وش عمل؟ مشى قال لك هذه متورده، هذه متورده، هذه متورده، هذه فلوس سياده متورده، ومسك لك قطاعات مهمه جدا سكرت لك، والاستثمار تراجع وتقعقع لانه مستثمرين. نعم. المواد حشتوا بها باش يخدم. علاش ما تعملش طلع على الكارثه اللي وقعت في البلاد هذه؟ باهي انت اليوم كي تواصل في النزيف هذا ماك انت تزيد تخلص العام الجاي، وباش تزيد تلقى روحك عملت انحدار خطير جدا. ماشي وماشي صغير في الطبعه. عمليه انت قاعد تقوم بعمليه اجلاء، تدبر في شويه سوارد تهز منه وتحط منه، وتقوم بعمليه اجلاء ممنهج للاستثمار ربما اللي جابته تونس بالروح مدى 30 ولا 40 سنة، قاعد أنت في ورطة تقوم به بعملية إجلاء. علاش؟ لأنك قاعد تخنق فيه، ما تخليش ينتج، ما يلزم تعطيه مواد أولية باش ينتج. نعم. ما نقدرش نجيب، وما نقدرش نخلص البطولات، وما نقدرش نعمل كذا. صورة كبيرة، صورة هذه. الحاجة الثانية أنا نحب نخدم بها قدام السادة المشاهدين والناس والعوام وأبناء شعبنا. راهو يا ناس هذا الرجل هذا جاكم من اول مره، جاكم راني عمر بن الخطاب وراه كذا وقدوتي وطلع شنو راهو عمر الراجل هذا احادي، احادي في السياسه وحتى في الاقتصاد شفناه. الخبراء نتاع الاقتصاد الكل تو احتراماتي الاخت عندها رايها، مش ما 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 انا مانيش كونت رايها، اما هي ما مش هي اعطت الراي قيس سعيد. قيس سعيد جابه من راسه وكذا، ضمن سله كامله من الافكار العتيقه دخل قضية سحب الاستقلالية بالبنك المركزي. راهو يا جماعة الراجل هذايا كارثته راهو ما يشاورش، هو ما عندوش، هو إنسان عاطل ما عندوش، عمره ما دخل المسائل السياسية، عمره ما دخل الأحزاب، عمره ما دخل جمعيات، عمره ما دخل حتى الكشافة، يزيد ما يشاورش. راهو يا ناس عمر بن الخطاب كان يشاور في كبار الصحابة، عمر بن الخطاب كان يجيب شاب صغير اسمه عبد الله بن عباس يحطه وراء الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف كذا، بعد ما يسمع رأي صحابة يتلفت لعبد الله بن عباس ويقول له غص غواص. بعد يسالوه يقول له ايش بك تجيب في عبد الله بن عباس صغير، معناها حدث صغير تجيبه فيه، تجيب فيه مع الكبار صحاب. قال لهم التمس حده رايه. راهو عمر بن عبد العزيز ما كانش الناس هذه اللي تتبع فهمته واللي انت تسوق فيها واللي انت تبجح يا استاذ، يا استاذ نصر الدين والله تحليلك سمح، لكن سامحني سيد سعيد ما شاوركش وقت عمل دستور، مش يشاورك في امر بتاع بنك مركزي؟ نعم استاذ جنات. نعم يعني انا اقول كونه اعتقد كونه الخطوه هذه رفعت الستار والغشاوه على اعين، مش تساهم في رفع الغشاوه على التونسيين، وتقول كونه راهو اليوم وقت تبدا يعني رانا قادرين في تونس إذا كانت هناك إرادة سياسية ورؤية واستراتيجية راهو نجم نعولوا على ذاتنا، ولكن مش بالآليات المعمول بها هذه، وما هوش بالمغالطات اللي عايشين فيها اليوم. راهو نسبة النمو 0.4% لسنة 2023 راهي ناقوس،
راهو صيحات فزع اليوم للقطاعات المنتجه، صيحات فزع نتاع المقدره الشرائيه، صيحات فزع نتاع يعني الشباب وسوق الشغل، صيحات فزع قاعده تتعالى من وراء 0.4%. ولا اعتقد ان السيده وزيره الماليه ستنتبه لذلك، لان هي اليوم غاصه في يعني الاكتتاب الوطني، غاصه اليوم في تسديد القروض. نقول احنا يعني هذه من مشمولاتها، ولكن ايضا من مشمولاتها تضع زاد كيف كيف العين نعم. نتاعها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، ما هوش الجانب المالي فقط. وبكل اسف راهو اليوم تونس قاعده تخسر في المكاسب نتاعها، والدينار التونسي قاعد يخسر. العمليه هذه بيدها نتاع يعني الاقتراض من البنك المركزي مباشره، راهو تاثيراتها على قيمه الدينار، باش يدفعوا التوانسه غالي برشا اذا كان ما تمش احترام المحاذير اي الحد من التوريد. شكرا جزيلا الزميلة الصحفية والكاتبة المتخصصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله، والشكر موصول لزميلنا الكاتب الصحفي نصر الدين السلمي. هكذا نأتي إلى ختام حلقتنا، حلقة نهاية الأسبوع. موعدنا تجدد معكم إن شاء الله بداية الأسبوع. في الأسبوع المقبل إن شاء الله تكون عندنا ضيوف في الأستوديو هنا إن شاء الله، ضيفين إن شاء الله، إن شاء الله يكون من بينهم الدكتور محمد النصر مرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية. لذلك الحين في أمان الله.